أذهل الجيش العربي السوري العالم كله بقدرته على التأقلم والانتقال سريعا من شكل الحرب التقليدية التي تعتمد على وجود عدو خارجي يمتلك جيشا نظاميا إلى جيل جديد تماما من الحروب الحديثة التي تعتمد على تفجير البلد من الداخل باستخدام نظام شبكي لا مركزي تقوده أفراد غير مرتبطين ببعضهم مستخدمين عناصر المجتمع نفسه يدعمون حربهم بوسائل حديثة للتجسس على مواقع التواصل الاجتماعي. واليوم معنا سيادة العميد الركن غالب جوزية، رئيس فرع الدراسات النفسية في الإدارة السياسية وعضو اتحاد الكتاب العرب، ليحدثنا لنتحدث سوية عن قدرة جيشنا البطل في الداخل وفي الخارج. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم. وكل عام وأنت بألف خير، ضيفنا الدائم. أهلا وسهلا فيكم في هذا اليوم الأغر. أتوجه بالتهنئة إلى شعبنا العظيم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيا له المزيد من المنعة والصحة والسعادة، وأنحني لأرواح شهدائنا العظام الذين قدموا أرواحهم الطاهرة ليحيا الوطن، وأحيي جرحانا الأبطال تحية تليق بدمائهم الزكية، تلك الدماء التي أزهرت الانتصار تلو الانتصار والإنجاز تلو الإنجاز. ومن هنا أبث أطيب التحايا لرفاقي، رفاق العقيدة والسلاح في كل بقعة من بقاع سوريا الطاهرة، وأقول لهم كل عام وأنتم بألف ألف خير. بوركت جباهكم العالية، بوركت قاماتكم السامقة التي تطلع منها شمس العزة وأقمار الكرامة. إن وطنا أنتم رجاله لا يمكن أن ينهزم، إن وطنا أنتم عدته لا يمكن أن ينكسر، لأنه وطن الرجال، لأنه وطن الأباة الحماة، لأنه وطن السيد الرئيس الفريق بشار الأسد. ينعاد عليك مرة ثانية وعلى كل رجال الجيش العربي السوري. وقلت كلمة كتير جميلة، أنتوا رجال هيدا البلد، فمستحيل هيدا البلد ينكسر طول ما في رجال مثلكم. خلينا بالبداية نحكي، كيف استطاع الجيش العربي السوري أو رجال الجيش العربي السوري الخروج من الحروب التقليدية؟ عدو واحد أمامك أنت بتحاربه، نحن عم نعيش سنوات متتالية من عدو مش واحد، دول عظمى عم تتكاتف ضدك، إرهابيين عم يدخلوا من جميع الحدود يتدفقوا لتدمير هيدا الجيش وهي الدولة. منذ ما يزيد عن 9 سنوات واجهت سوريا مجموعة كبيرة من دول العدوان. استخدمت هذه الدول شتى الأساليب والوسائل المختلفة ضد شعبنا العربي السوري، فهي استخدمت الحرب التقليدية واستخدمت حرب العصابات، حيث استخدمت مئات الآلاف من المرتزقة الإرهابيين ليعيثوا تنكيلا وفسادا ودمارا في هذا الوطن، واستخدمت الحرب النفسية بمختلف أشكالها وألوانها ضد هذا الشعب، واستخدمت القوة الناعمة وتبعاتها من التكنولوجيا ومن وسائل التواصل الاجتماعي، واليوم تستخدم الحرب الاقتصادية كآخر سلاح لها في سلسلة هذه الحرب. كل ما استخدمته هذه الدول كان من أجل هدف واحد، وهو إسقاط الدولة السورية. صحيح. ومن أجل إسقاط الدولة السورية كان عليهم إسقاط الجيش العربي السوري، لأن الجيش العربي السوري هو حارس هذه الدولة وهو حامي هذه الأرض، لذلك حاولوا بشتى الوسائل والسبل شيطنة هذا الجيش وشيطنة هذا المقاتل العربي السوري ووصفه بغير الصفات التي يتمتع بها، والتأثير عليه بشتى الوسائل التي تم ذكرها لشل إرادته في القتال وللتأثير على معنوياته، لأن سوريا ستبقى صامدة بعزيمة هذا الرجل، ولكن سر صمود سوريا هو يكمن في المقاتل العربي السوري نفسه،
لأن هذا المقاتل العربي السوري هو إنسان ابن هذا الشعب العظيم، بما يتمتع هذا الشعب العظيم من معاني السمو والإباء والكبرياء. فعندما يأتي هذا الإنسان إلى المؤسسة العسكرية يتم بناءه من مختلف النواحي، من مختلف نواحي شخصيته، يتم بناءه عسكريا، يتم بناءه سياسيا، يتم بناءه بدنيا، ويكتسب العقيدة، العقيدة الراسخة التي يؤمن بها، ويكتسب إرادة القتال. وعندما يصل الإنسان المقاتل إلى هذا المستوى يصبح إنسان محصن نفسيا، محصن يمنع هذا التحصين يمنع اختراقه من الخارج نفسيا أو معنويا، ويصبح أمامه هدف واحد هو تحقيق هدف شعبه في حماية هذه الأرض وفي ضمان سلامتها وفي الدفاع عن أهله ووطنه وعرضه. وهذه هي حقيقة المقاتل العربي السوري. فلو كان المقاتل العربي السوري بالصفات التي يصفونه بها لما استطاع الصمود أكثر من 9 سنوات، ولما حقق هذه الإنجازات التي هي أشبه بالإعجاز وليست إنجازات. فالمقاتل العربي السوري هو ابن هذه الأرض الطيبة التي نعتز به ونفتخر به أي افتخارا كبيرا، لأنه أثبت على مدار هذه الحرب أنه أوفى الناس وأكرم الناس في بذل الغالي والنفيس دفاعاً عن عروبة سوريا وكرامتها وعزتها. صحيح سيادة العميد، خلينا اليوم نحكي، مرقنا بسنوات من الحرب النفسية الشديدة على الجيش وعلى الشعب أيضا، ولكن أبدا هي الحرب من تضليل إعلامي ومن حكاية كاذبة كانت تبث من أجل إضعاف الجيش الشعب السوري، ولكن الحمد لله تأثبت العكس وكان لنا إرادة قوية. خلينا نحكي ما سبب هي الإرادة عند التي شنت علينا منذ ما يزيد عن 9 سنوات. الحقيقة السر بسيط، هو يكمن في ثلاثية رائعة، يكمن في شعب عظيم متسلح بالوعي والإرادة، ويكمن في جيش باسل يؤمن بعقيدة هذه الشعب، وفي قائد مقدام شجاع عرف كيف يقود هذه السفينة إلى بر الأمان. فجميع هذه الوسائل والأساليب من الدعايات المفبركة ومن الشائعات المغرضة ومن وسائل التضليل الإعلامي دائما كانت تتحطم على وعي الشعب السوري، وكانت تتحطم على إرادة المقاتل السوري التي تحدثنا عنها. فعندما يمتلك المقاتل السوري الإيمان واليقين بأنه هو على حق وأنه هو يدافع عن أرضه وعرضه ووطنه، فلن تقف أمامه أي قوة ولن يؤثر فيه أي تأثير أو تضليل إعلامي، لأنه هو صاحب الحق وهو صاحب الأرض. وأثبت مقاتلونا كما تحدثت أنهم الرجال الأوفياء لهذا الوطن ولسيد الوطن القائد المفدى السيد الرئيس الفريق بشار الأسد. يمكن حكيت كلام كثير مهم سيادة العميد، هي مثل ما قلنا معادلة بسيطة، جيش وشعب وقائد. اليوم نحن قربينا على كثير من هي المبادئ والأخلاق، نحن القضية الفلسطينية هي وصلتنا، نحن وصغار بنقول فلسطين داري ودرب انتصاري، الأم بتعلمنا الحب الوطن، بتلاقي أم الشهيد عندها شهيد واحد واثنين ثلاثة بتقول له للولد الأخير أنت كمان في هاي الوطن. هي المعاني وهي يمكن الأخلاق اللي ربينا عليها قديش اليوم فعلا هي السر لاستمرار هي الإرادة وهيدا النفس القوي. اليوم ما في جندي ما بنقابله خلال مسيرتنا الإعلامية كاميرا الأخباري السورية بيقول لك أنا مستعد هلأ حارب كمان و50 سنة. نعم. هاي الكلام بيعطيك فعلا معنويات عالية كتير، كلام كتير جميل بيلامس الروح اليوم، لأنه هذه هي طبيعة جيشنا. يعني منذ نشأة الجيش العربي السوري اختار أن يكون جيش الأمة العربية، ومنذ نشأته الأولى دافع عن عروبة فلسطين رغم أنه كان حديث العهد،
ووقف إلى جانب الأمة العربية في معاركها القومية، وقف في عام 1956 في الدفاع عن عروبة مصر، وساهم في إنجاز الوحدة بين سوريا ومصر، وخاض أهم المعارك، حرب تشرين التحريرية ضد العدو الصهيوني، وحقق الانتصارات الرائعة، ودافع عن عروبة لبنان في عام 1982. والأهم بهذه الفترة، يعني هذه الحرب الطويلة التي لم يشهد لها التاريخ الحديث مثيلا، صمد هذا الصمود الأسطوري في وجه أعتى قوى العدوان التي تقودها إمبراطورية الولايات المتحدة الأمريكية، وحقق هذه الإنجاز وحافظ على وحدة التراب والأرض السوري، وهذا النسيج الاجتماعي الجميل الذي يتمتع به وطننا الجميل. نعم سيادة العميد، خلينا نروح إلى شق مختلف ونحكي عن دور الكتاب، بما أنه حضرتك عضو باتحاد الكتاب العرب، دور الكتاب في تسلسل تاريخ سوريا، في كتابة البطولات السورية منذ زمن بعيد وحتى الآن. يعني الكتاب عن بطولات أبطالنا أبطال الجيش العربي السوري هنا قد بيعطي كمان صمود وبيعطي إرادة وبيعطي قوة؟ دائما نحن نقول أن للكلمة تأثير كبير، فالكلمة كما يقول الفلاسفة بأن الكلمة هي التي تصنع الإرادة، والإرادة هي الأساس لدى المقاتل، إرادة القتال. فنحن في الجيش العربي السوري الكلمة نعتمد جدا في الكلمة التي تعني برفع الروح المعنوية للمقاتل، والتي هي أقوى من الرصاصة، ولكن ليس أي كلمة، الكلمة الواعية الهادفة، الكلمة الملتزمة بالأرض، بالانتماء لهذا الشعب، الكلمة سهلة الجريان، سهلة التعبير، يعني لأن الكلمة هي حديث القلب إلى القلب والعقل. فدائما التوثيق، توثيق بطولات خاصة بطولات الجيش العربي السوري في هذه الفترة أمر ضروري، وأنا دعوت في من منبر اتحاد الكتاب العرب إلى ضرورة ربط القلم بالبندقية، وإلى ضرورة إيصال صوت الأديب إلى عقل المقاتل وإلى فكره، لأن الكلمة الصادقة المعبرة تفعل فعل السحر في نفس المقاتل، وتشد من أزره وتشد من معنوياته. وكان هناك صدى إيجابي من زملائي في اتحاد الكتاب العرب، كان في للأمانة كتابات وكتاب رافقوا، وبدأوا بالتواصل معي، وأصبحت أذيع لهم قصائدهم ونتاجهم الأدبي عبر قنواتنا في الإدارة السياسية، عبر صوت القوات المسلحة، وعبر مجلة جيش الشعب، وعبر المناسبات الوطنية والقومية، وقد لاقت صدى إيجابيا كبيرا، وقد ساهمت في رفع الروح المعنوية لمقاتلين وشد أزرهم. نعم. في هذه وجود رجال الجيش العربي السوري هي اللي بترفع معنويات جميع الناس، ترفع معنويات الشعب، وجودكم في حياتنا هو جزء جميل اليوم. خلينا بالختام نوجه كلمة أو رسالة لكل الناس اللي عم يتابعونا، لرفاق السلاح رجال الجيش العربي السوري. كلمة قصيدة؟ لا، أنا جاي قصيدة. أنا بطلب منك قصيدة، يعني اليوم ما بصير يمرق عيد الجيش العربي السوري قصيدة من حضرتك سيادة العميد. أسرجت خيلي والقوافي والمدى، لبيك يا وطن البطولة والفدا، لبيك يا وطن الرجال، لنا العلا ولنا المواكب والمراكب والمدى، لبيك. إن ضاق الزمان بعالم جئنا إليك، وألف نار للعدا، نأتيك في الزمن العسير طلائعا رغم الجراح ورغم أنياب الردى، نحن الأبات ونحن فرسان الحمى، والمجد يرجو من لقانا موعدا، لبيك يا وطن الملاحم، إننا عشاق فجر من روابيك ابتدى، لبيك. حاشا أن تزل جوارحي، فالنور سوري ومن وطن الهدى. يسلم هتم. الله يسلمكم. أنا في ختام هذا اللقاء أتوجه إلى رفاقي، رفاق العقيدة والسلاح في كل بقعة من أرض سوريا الحبيبة، أتوجه إلى قاماتهم العالية، إلى هاماتهم التي ترفرف فوقها رايات النصر والعزة والكبرياء، وأحيي كبرياءهم، أحيي بطولاتهم،
أحيي جباههم العالية التي تعانق الشمس، وأنا في هذا المقام وبهذه المناسبة باسمي وباسم رفاقي نجدد عهد الوفاء والولاء لشعبنا العظيم ولقائدنا المفدى السيد الرئيس الفريق بشار الأسد، أن نكون كما عهدنا دوما الجند الأوفياء المدافعين عن عزة الوطن وكرامته، شعارنا دوما وأبدا الشهادة أو النصر، والشهادة أولا لأنها طريقنا إلى النصر. كل عام وأنتم بخير، كل عام وشعبنا بخير، كل عام وجيشنا وقائدنا بألف ألف خير. آمين يا رب، إن شاء الله بينعاد عليكم بألف خير. نحن بدنا نتشكر وجودك الدائم معنا سيادة العميد أركن غالي بجوزية، رئيس فرع الدراسات النفسية وفي الإدارة السياسية وعضو اتحاد الكتاب العرب. أهلا وسهلا فيك، نورت صباحنا وينعاد عليك بالخير. شكرا لكم، كل عام وأنتم بألف خير. نتشكرك أكيد على وجودك معنا، ينعاد عليك وعلى كل رجال الجيش العربي السوري. كانت كلمات نابعة وجميلة من القلب، شكرا كثير لك. شكرا لكم.